سعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض كبه الزنكيه. هي كبه مشهوره بحلب، شايفين مكوناتها، هي من السبانخ والطحين والبرغل. ممكن البعض يستغني عن البرغل، بس كونها هي كبه يعني اسمها كبه، فبنحط برغل اللي هو البرغل الناعم تبع التبوله. هي بعض من المكونات انا بكتبها تحت الفيديو وبحكي عنها طول ما انا عم اشتغل. مجهزه هون 4 باقات من السبانخ. بدي لكم كمان هلا انا هذا بس نقيتهم هيك بهالشكل، بدي اخذهم هلا اغسلهم وافرمهم لحتى استخدمهم. بالنسبه للبرغل، وطبعا في هذا البصل، ممكن بدال البصله هي تستخدموا بصل اخضر، يعني شيء 3 حبات من البصل الاخضر. بس بدي البرغل هذا لبين انا ما هلا اشتغل بالسبانخ اغسله وافرمه، راح احطه هيك بزبديه اكبر يعني، بس انا تركته بالكاسه لتشوفوه، وحط عليه مي انقعه هالفتره اللي انا فيها بكون عم افرم السبانخ. خليه هيك على جنب، ومثل ما شايفين هون عندي هذا حمص مسلوق. هذا الحمص كمان بدي لكم هي نص الكاسه بدي استخدم، باخده شايفين هون انا كيف عملته، بضغط عليه هيك بس بقيم القشر تبعه يعني بهالشكل هذا، يعني هو لازم يكون مقشور الحمص اللي بتكون تستخدمه هيك بهالشكل. يعني ممكن تحطوا كامل الكاسة او نصها ما بيأثر بالوصفة، انا رح استخدم نص الكاسة بس. انا فرمت السبانخ بهالشكل هذا، والحمص اللي شفتوه هرسته بالشوكة، صرت حطهم هيك وهرسهم، بينهرسوا بسرعة بسهولة لانه هو حمص مسلوق. والبصلة كمان برشتها برش، فيكن انتو تفرموه ناعم او تستخدموا البصل الاخضر مثل ما قلت لكم. شايفين البرغل كيف صار؟ بس لحتى ارجيكم، شايفين كيف؟ هي يعني كاسة المي اللي حطيتها بهالشكل صار نفش يعني شوي. وعندي هون كمان فارمة انا باقة واحدة من البقدونس. هلا رح نحط نحنا، رح نضيف البصلة والبقدونس، يعني هي كميات او المقادير تقريبية، فيكم مثلا تحطوا البقدونس تزيدوه على حساب السبانخ كمان بيصير يعني ما بيأثر. وبحط كمان الحمص بهالشكل هذا، هذا الحمص اللي هرسناه، بضيف عليهم معلقة الاكل ملح، معلقتين هيك معرمين من الكزبرة اليابسة، وفيكم تستخدموا الكزبرة الخضراء تقريبا شي باقة، ومعلقة واحدة من الفليفلة، بودرة الفليفلة. هلا هيك بعجنهم كلهم مع بعضهم شوي. بعد ما دعكته هيك شايفين كيف عطى مي، هذا المي شايفين. هلا نحن ممكن كمان نعجن نحط شوي من مية الحمص اللي سلقنا فيها، ممكن نستخدمها كمان نضيف شوي من مية الحمص. راح احط البرغل، كاسة البرغل، وعندي هون هدول 4 كاسات الطحين، راح احط عليهم كمان هون زرف من البيكنج باودر، فيكم تستخدموا الخميرة معلقة واحدة بتحطوا، او تستخدموا بكربونات الصودا كمان بيصير، او البيكنج باودر. هلا انا بدي احط الطحين، هدول 4 كاسات رح احط واعجن لحتى تشكل عندي عجينه. هلا حسب السوائل اللي بتطلع من السبانخ، من البصل كذا، ومن مية الحمص اذا كنتوا مستخدمينها، شايفين كيف القوام يعني بعده طري. انا جهزت هون كاسه ثانيه من الطحين رح احطها، يعني انا هيك هلا بكون استخدمت 5 كاسات من الطحين. يعني انتم ممكن احيانا تحتاجوا مي، ما تحتاجوا طحين، حطوا مي من مي تكون شوي دافيه اذا مستخدمين الخميره، اذا مستخدمين البيكنج باودر ما بتفرق. هلا هيك انا بعد ما عجنتها هي بهالشكل بدي اتركها تقريبا، هي بتحتاج وقت يعني راحه، بدها شي ساعتين تقريبا راحه او 3، وبعدين بنقليها مع بعض. جينا هلا لمرحله القلي. انا حطيت شقفه صغيره بس لاشوف الزيت اذا كان حمي او لا. بحط على ايدي شوي هيك زيت كمان، ممكن زيت او مي مثل ما بدكم انتو. رح ارجيكم كيف بعملها، بخلي هذا جنبي هون حد يعني، بعمل هيك بالشكل هذا، بعملها قرص يعني، وبحطها بالمقلاية. كل شوي بدهن ايدي بالزيت، ما تعملوا وسميكة، اعملوها رقيقة
افضل، يعني كل ما عملناها رقيقه بتطلع افضل. وهي طيبه كمان سخنه يعني مباشره من المقلايه، كثير طيبه. هي تعتبر من الاكلات الصياميه كمان كونه ما فيها لحم. حط ايدي هيك شوي بالزيت، بس اخذت لون شايفين كيف بقيمه. هلا ممكن تعملوها كمان هي تحطوها بالفرن اذا ما بدكم تقلوها مثل ما قليتها انا، بتحطوها هيك اقراص بالصينيه وبتدخلوها على الفرن. انا مجهزه هون شايفين حاطه ورق المطبخ برفعان عليهم. هاد شكله النهائي لطبقنا لليوم، كبة سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة بكل بيت. طلعوا معي تقريبا 30 قرص بهذا الحجم قد ما بتعملوا انتو القرص. بدي اقولكم شغلة كمان، مثل ما قلت لكم فيكم انتو تحطوها بالفرن يعني ما تقلوها قلي. رح ارجيكم كيف بيكون شكلها من الداخل، ريحتها بتاخذ العقل والطعمة جدا جدا طيبة، بتمنى انكم تجربوها يعني على بساطتها. أكلة كتير كتير طيبة، وأنا بحب هاي الأكلات ما تختفي وتضل متواجدة دائما على سفرنا. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على القناتين، قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى.